شجرة عيد الميلاد. من أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشارا والرمز الرئيسي له، عادة ما تكون خضراء اللون مخروطية الشكل مثل شجرة التنوب أو الصنوبر أو شجرة السرو أو شجرة اصطناعية من مظهر مماثل. سبقت عادة تزيين شجرة عيد الميلاد المسيحية بقرون، كان لها معنى خاص في الاحتفالات الموسمية الشتوية الوثنية التقليدية. في مصر القديمة عبد المصريون الإله رع، وكانوا يرون في الانقلاب الشمسي إثباتا لقدرته، فينصبون في بيوتهم نخيلا أخضر للدلالة على انتصار الحياة على الموت. كان الرومان يحتفون بالانقلاب الشمسي الذي يخصب الأرض، فيزينون بيوتهم ومعابدهم بالأشجار الدائمة الخضرة. أما الفايكنج فكانوا يعتقدون أن الخضرة الدائمة تخيف الشيطان وتطرده. مع انتشار المسيحية استمر التقليد ضمن الرؤية الدينية الجديدة، إذ عاود الظهور في ألمانيا وانتقل إلى بريطانيا في عهد الملك جورج الثالث، ثم انتشر مع الأمير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا. انطلاقا من إنجلترا وألمانيا تفشى في بقية بلدان العالم وبات تقليدا مسيحيا راسخا، سرعان ما أضر بالغابات، لدرجة أن مدينة فرايبورغ الألمانية حظرت عام 1554 قطع الأشجار لاستعمالها في الاحتفال بعيد الميلاد. في ثمانينيات القرن التاسع عشر صنعت أشجار اصطناعية من ريش الإوز، ثم استبدل الريش بمواد أخرى مثل البلاستيك. الشجرة التي قدسها الوثنيون وتبناها المسيحيون الغربيون باتت في القرن العشرين مع انحسار حضور الدين في العالم الغربي تقليدا علمانيا مرتبطا بأعياد الميلاد ورأس السنة، بل انتشر حتى خارج المسيحية رمزا للعام الجديد، لكنه لم يفقد ارتباطه بالثقافة والعادات الغربية وهيمنتها على ثقافات العالم.